في البلان نحكيو على سوق الانتقالات في تونس ما زالت متواصله. اتحاد تطاوين على اليوم امس تعاقدوا مع المهاجم السابق للملعب التونسي شهاب الزغلي، موجود معنا بالتليفون باش نحكيو معاه اكثر على الصفقه هذه. شهاب اهلا بيك. اهلا بيك سلام ومرحبا بالناس اللي قاعد تسمع فينا الكل. شنو حوالك خويا لاباس؟ والله الحمد لله الحمد لله. اش خويا؟ باهي بالك لك الساعه تحول اتحاد تطاوين كونترا جديده ومسيره وفريق جديد في مسيرتك، احكي لنا كيفاش بدات السيارات مع اتحاد تطاوين؟ والله يبارك فيك ساعه قبل كل شيء. الاتصالات مع اتحاد تطاوين بالنسبه لي انا عندي علاقه طيبه مع اتحاد تطاوين وسيرتو علاقتي طيبه مع الفرق اللي تنشط في الجنوب الكل. معناها الفترات اللي تعديتها لهنا خلتني عملت علاقات معناتها مع برشا عباد لهنا، هذيك هي الحاجه اللي سهلت معناتها الانتقال نتاعي لتحت تطاوين. عامين في الملعب التونسي عديت منهم عام شريت بريه خرجت للسعوديه، كيفاش تحكم على التجربه في البقلاوه؟ كيفاش كانت بالنسبه ليك؟ والله التجربه في البقلاوه الديبار كان باهي. معناتها ليكيب كانت باهية، كنا ماشيين في خط معناتها واضح، اوبجيكتيف واضح عنا اللي ديما معناتها لازمنا نعملوا كلاسمون باهي باش نفرحوا الجمهور نتاعنا ونلعبوا معناتها على اسمنا وعلى اسم النادي. العام الاول مشى هكاك، العام الثاني اللي هو عام ناوي صارت فيه برشا مشاكل، معناتها الناس كل تعرف ماناش باش نرجعوا معناتها توا باش نحكيوا على شنو صار في ستاتينيزيان. عام ناوي فما برشا حاجات خلتنا نحن مروا باللي معناتها اللي مرينا بها هذاك الكل. ان شاء الله ربي معاها ستاتينيزيان، وتوا معناتها انا تجربه جديده مع اتحاد تطاوين. ان شاء الله نكون معناتها في حسن الظن نتاع الناس اللي تستنى فيا ونعطي معناتها اللي لازم معناتها في الفريق. ما كانش ثمانية تجديد العقد ما عادش ما قرحوش عليك الفريق؟ ملعب التونسي؟ اي والله انا معناتها من السيزون تاع مناول النية نتاعي ما كانتش معناتها باش نقعد في الفريق. خاطر فما برشا حاجات صاروا مع رئيس النادي. احكي لنا مسيرة، احكي لنا شنو صار شيخ، اش فما؟ فما برشا معناتها برشا كويزين انترن هو نتاع الفريق. اللي تحكي الكورة ما عادش تعدى بنيتي انا ورئيس الجمعية. ما نكذبش عليك، كان وعدني هو اللي انا يجوني دي زوفر يخليني نخرج. ما خلانيش نخرج وعطلني، ضرني انا كرويا عم ناول. وان شاء الله ربي يهديه وكا هو. هذا رئيس سابق وانا جاي بن عيسى تحكيه؟ جاي لا. اي ولو خرجت انت السعوديه سايبك بري ولا كان وعدك بحاجه اخرى؟ هذيك الاعاره الاولى. بعديك انا معناتها عملت غاديك بريستاسيون باهيه في 15 ماتش ماركي معناتها دي بيوت مع بعد ماتش ود باهيين، معناتها كانت فما برشا فرق حبوني نقعد غاديك في السعوديه، مي رئيس النادي كان طالب برشا فلوس معناتها ما خلانيش نكمل التجربه نتاعي غادي. من غادي بدات معناتها المشاكل بيناتي انا وياه. على ذاك غادي ما انتهيت كما يلزم الاكسبيرونس في الستاد. الستاد ساعه قبل كل شيء، استاد جمعيتي، استاد هذيك اللي تربيت فيها بالنسبه لي انا. غادا استاد تعلمت الكوره غادي. معناتها ما حبيتش اني نخرج مع معناتها بالفاسون هذيك اني الفريق معناتها غادر الرابطه الاولى. ان شاء الله معناتها يلقاو حل وتقعد في الناسيونال ما على غالب على غالب، خاطر العباد ما تعرفش شنو هي صاير الكوزين انترن، يشوف كان الظاهر. ما الملعب التونسي عم ناول برشا حاجات خلاوها هي توصل تغادر الرابطه الاولى. الهيئه الجديده ما حكاوش معاك؟ والله الهيئه الجديده بالنسبه لي انا ما تقبل كل شيء، ما كانتش النيه نتاعي اصلا باش نعاود نقعد في البطوله السنه التونسيه. النيه نتاعي كانت اني انا نخرج معناتها فريق لبرا. جاوني برشا عروض معناتها في برشا بطولات، كان بطولة السعودية، بطولة العراقية، في الأردن، معناتها برشا بلايص كانوا عندي عروض، ما العرض المادي ما نكذبش عليك، ما وصلش للتوقعات نتاعي، وما شفتش روحي في العرض المادي هذاك علاش معناتها كي كلمتني اتحاد تطاوين، معناتها قلت أوكي وما قعدتش نخمم برشا، إن شاء الله توا مع فريق اتحاد تطاوين هذه تجربة جديدة، أوبجيكتيف جديد. ان شاء الله نكون في حسن الظن ان شاء الله. من تونس وصلك كان لوفر نتاع اتحاد تطاوين ولا كانوا فما جماعات اخرين تحب عليك؟ والله ما نكذبش عليك، انا ما كنتش حالي للباب نتاع تونس جمله، حتى كانوا يكلموني معناتها ديزاجون على تونس كنت نقول لا. والله معناتها مش مجامله، مي كنت نخمم نقول انا وين مش نجم نكون السيزون هذه، كنت نشوف روحي في اتحاد تطاوين. علاش؟ ما نعرف، شوف روحي انا في الجروب هذا نجم نكون معناتها كما نقولوا عندي البوان تاعي.
فهمتك. به على ذيك اخترت اتحاد تاوين ومرموها. وزيد اتحاد تاوين كنت تحكي مع الملاعبية انت نحن شنو مشكلتنا في تونس؟ الاخلاص. بيان سور. المشاكل هي الاخلاص. اتحاد تاوين كنت تحكي مع الملاعبية انت كانوا تعديوا بالفريق لهنا. الهيئة مخلصة. ناخذ فلوسها وناس مخلصة وكل حاجة هذه ما تشوفهاش في برشا بلايص. به. انه ما تفعل الجوار يلعب ويخلص هذا مستحيل تشوفها في تونس. صحيح صحيح صعيب برشا. بيه شنو هي شهاب الاهداف حطيتوها مع اتحاد تاوين؟ اهدافك انت الشخصيه واهداف نتاع الفريق بصفه عامه؟ والله اهدافي انا الشخصيه، هدفي انا الشخصيه اول حاجه ساعه لازمني الرترابي العام بالنسبه لي انا خايب اللي تعدى لي عام ناوي، لازمني الرترابي، لازمني المركي اكثر عدد معناتها بونتوات ممكنه بالنسبه لي انا، ان شاء الله نكون البيتور نتاع الفريق، وان شاء الله نعاون صحابي بالاكسبيريونس اللي عندي ما تعرف السنه اتحاد تاوين نصور اكثر ما اقل معدل اعمار في البطوله، ان شاء الله معناتها الخبره اللي اكتسبتها انا في العوام اللي تعديت الكل نضيفها للجروب هذا، الجروب الجون اللي جروب موجان معناتها باهين، ناس تحب تخدم ناس تحب تمشي لبعيد مع بعضنا، ان شاء الله معناتها الاوبجيكتيف احد معناتها كلاسمون باهي، ان شاء الله نمشيو بالكلاسمون تاعنا معناتها نطلعوا نجرامبيو التابلو الفوق ونعملوا معناتها كلاسمون مشرف قدرة ربي اللي كيف الجيم الموجودة هذه. كانت لك تجربة سابقة شهاب في الكلوب، ما زلت تطمح تلعب جمعية كبيرة ولا تقول سعيد تخمم في الخليج أكثر منه؟ والله بالنسبة لتو هذه سكوب، أنا حتى قديش عندي أوفر كبير برشا ماديا، والنادي الأفريقي طلبتني أوفر أقل فلوس أنا نمشي النادي الأفريقي. ما تقولش لا للكلوب. بالنسبة لي أنا معناتها ساكري هذيك، نرجع للكلوب أتو مومو. واضح. خاطر بالرسمي كي تلعب في النادي الافريقي راه وتحبك الناس ما تنجمش تفسخها الحكايه هذه من مخك. خاطر انا معناتها الجمهور النادي الافريقي لليوم يحكيوا معايا، لليوم يحبوني نرجع للكلوب، لليوم يتمنوني معناتها نعاود نلبس ماريو الافريقي، والشيء هذا معناتها يخليك ديما عندك حب خاص للنادي الافريقي. واضح. يعطيك الصحه شهاب، شكرا لك، بالتوفيق ان شاء الله ليك. يعطيك الصحه خويا، ميرسي بوكو. دونك كان هذا معنا شهاب الزغلامي لاعب اتحاد تاوين الحالي تقريبا اللي انطلق في التجربه نتاعه مع الفريق بعد تجربه كانت مع الملعب التونسي، بالتوفيق ان شاء الله لاتحاد تاوين في الموسم القادم. موزيكا الاخبار وبعد مكملين في البلاي في اخر ساعتنا الثانيه اليوم، نبداوها بعد شويه باش يكون معنا بالتليفون نحكي هوند جابر يحيى واللاعب السابق للترجي واللاعب الحالي النجم الساحلي، وباش يكون معنا ايضا اشرف العوادي نحكيه على القضيه اللي رفعها ضد الجامعه التونسيه لكره القدم واعضاء من شركه البرو.